اولا انا مش كارما، انا هيلين الزوبي، مواطنه كنديه وعندي سفاره تحميني. اهلا، واضح انا دانا حمدان. بخاف من الهايتس، من العالي، بس ما خافش من الطياره. بس انا لو انا مش بس انا بخاف اقف على البلكونه، وحتى لو بلكونه دور اول، يعني انا ولا احب اقف عليها ولا اقدر اشوف حد واقف عليها. يعني ما اقدرش اشوف حد واقف على البلكونه ولا انا واقف على البلكونه. وما اعرفش برضو الخوف ده جالي منين او ايه سببه. تاني حاجه بخاف منها بجنون بقى، السواقه متهيألي انا بخاف من العربيه. يعني العربيه في حد ذاتها بتخوفني، فاشله في السواقه لدرجه ما بعرفش اركن كل جميع الركنات، ما بعرفش اركنها. وكنت ساعات بوصل مثلا لمول اوقف حد اقول له لو سمحت على اركن لي العربيه، يقول لي معقوله ولا نعم انا هذا الشيء. انا ما اقدرش اخرج من البيت غير لازم اشيل كل فيش البيت، ما اقدرش. وممكن ارجع على فكره، ارجع عشان اقفل اشيل فيشه، لازم اقفل محابس البيت كلها، محابس الميه ومحابس الغاز، حابس والا ما استفرش او ما اروحش او ما اتحرك. فاكره كان في زمان كان في نحله زينه، ما اعرفش لو الكرتون ده تعرفوه ولا لا، بس كان مشهور، كان مشهور في والله كان مشهور واحنا صغيرين النحله زينه دي، يمكن عشان قصصها دايما مغامرات بتاعتها كانت دايما تستهويني، فيمكن ده. او في تاني شخصيه، يمكن عشان انا كمان بحب الكلاب، وده يمكن اول شخصيه كرتونيه كانت بتتكلم عن مغامره يعني شخص مع الكلاب، كان في كرتون اسمه بال وسيباستيان، وده كان مشهور جدا كمان واحنا صغيرين. يمكن كمان ده هيكون تاني شخص. ماليش انا في الاشخاص الخارقه دي، عارفه الحواديت اللي هي بتاعت كان اسمه ايه، جريندايزر بقى لا، مش شخصيتي ابدا. بحب الشخصيات الاجتماعيه يعني اكتر. انا وانا صغيره كنت اوفر ويت، كنت تخينه، وفضلت كده تقريبا لحد اول سن، لحد تقريبا سن العشرين. وكان دايما المجتمع يفهمني ان انا لما هخس المعجزه هتحصل. معجزه ايه؟ معجزه كل حاجه. يعني انت هتشتغلي اسرع، هتتجوزي اسرع، الدنيا دي كلها هتتقلب، انت كل البيبان هتتفتح، انت الدنيا دي هتتشقلب لما ده يحصل. هو اكيد في تغيير، لكن انا اقول لك الحاجه الوحيده اللي اتغيرت كانت مقاس الهدوم. فيمكن دي انا كانت بالنسبه لي على المستوى الشخصي يعني كانت اكذوبه كبيره. ما عنديش مشكله ان انا اقول يعني انا دراعاتي من هنا مليانه. يمكن من اكتر الحاجات يعني حتى الفتره اللي انا كنت بقول من شويه ان انا لما خسيت كان دايما اكتر حاجه عايزه ابص في المرايه والاقيها خست هي دراعاتي. يمكن دي الحاجه الوحيده، غير كده شكلا لا، الحمد لله. اني حقيقيه، ما احبش ان انا اغير ده في شخصيتي، ما احبش ان انا اتملق، ما احبش ان انا اكذب، ما احبش ان انا اغير مبادئي. انا احب حياتي زي ما هي، بسيطه كده بين الناس، مع كلابي، مع حيواناتي. اهم حاجه عندي في الدنيا هي مامتي واخواتي. يعني برغم ان يمكن انا معروف عني انا بحب الكلاب جدا، بس انا فعلا يمكن الحصان اكتر حيوان بحس انه بيمثل شخصيتي. حيوان انيق، حيوان راقي، مشيته تقيلة، مش يعني عارفة راسي، بحس انه هو حيوان راسي تقيل. مش هفكر كتير، الأميرة فوزية، بحس لما ببص في عينيها بحس ان هي كأنها نظرة عيني، برغم ان هي فيها حزن انا عارفة. يعني ناس كتير قوي يقولوا لي بس هي يعني في نظرة في عينيها كده ان هي نظرة حزينة، بحس انه لما ببص لها في صورها ان انا في حاجة بيني وبينها، يعني اذا كنا زي ما اكون اعرفها، بس انا اكيد ما اعرفهاش. يعني بخاف من الوقت، مش بخاف من الوقت ان انا اكبر في السن، بخاف انه يجري فيا وانا لسه ما عملتش اللي انا عايزه اعمله. انا نفسي مثلا يبقى عندي في يوم من الايام
مكان اجمع فيه كل الحيوانات لانه بحب الحيوانات ومش حيوانات بس الكلاب. نفسي اعمل عمل يعني مشروع خيري لان انا الحاجات دي بتستهويني جدا ده على المستوى الشخصي ومش للشو اوف بصراحه يعني انا فعلا الموضوع ده بيستهويني انا شخصيا يعني. فنفسي في يوم من الايام ربنا يقدرني ويديني واعمل حاجه زي دي. باي باي. ثانك يو.